السلام عليكم طلاب صف الخامس، إن شاء الله اليوم سوف نبدأ حل تمارين درس المقادير الجبرية من كتاب الطالب صفحة 45 و46. أجد قيمة كل مقدار جبري مما يأتي عندما x تساوي 8. إذا أنا راح أحول مكان x تساوي 8 فبتصير 8 زائد 6 يساوي 14. الآن x إيش راح أحول مكانها يا مس؟ 8. شو راح أكتب؟ ناقص 3 ضرب 5. عن 5 ضرب 8 40، حكينا الإشارة هون تكون ضرب. إكس تقسيم 4 يعني 8 تقسيم 4 يجب. أكتب المقدار الجبري في كل مما يأتي ثم أجد قيمته إذا كانت A 5 Y 9 و X 24. الآن ناتج جمع 48 و X، إذن بحكي x زائد 48 هذا هو المقدار الجبري. من أول خطوة لازم أنا أكتب المقدار الجبري اللي هو x تساوي 48. الآن أجد قيمته الآن إذا كانت x تساوي 24، فبحول مكان x 24 زائد 48 والجواب يعني 70. ناتج قسم x على 6، خلينا نحل 6 لأنه إحنا نخلص 16 مطروح من هواي، فالمقدار الجبري هي عبارة عن 16 ناقص 1. لاحظ مطروح منها، يعني 16 هو المطروح منها والواي هي المطروح. الآن رح نعوض مكان واي، هي أعطاني هذا السؤال 9، 16 ناقص 9 والجواب 7. الناتج قسمة x على 6، المقدار الجبري سهل هي x تقسيم 6. بتعوض x اللي هي 24، 24 تقسيم 6 الجواب 4. خمسة أمثال A، حكينا كلمة أمثال تعني ضرب، يعني المقدار الجبري رح يكون 5A، وعند تعويض A 5 فخمسة ضرب 5 25. نيجي الآن إلى سؤال رقم، أعبر عن المقادير الجبرية الآتية بالكلمات. لاحظ 8x تعني ثمانية أمثال عدد x. x ناقص 7 تعني أن ال x مطروح منها 7. طيب x زائد 4 تعني ناتج جمع 4 وال x. x تقسيم 16 تعني ناتج قسم x على 0، يعني هذا هو المقسوم وال 16 المقسوم عليه. يزيد عدد أسنان الشخص البالغ على أسنان الطفل اللبنية بمقدار 12 سنة، بمقدار 12 سنة. اكتب المقدار الجبري الذي يعبر عن عدد أسنان الشخص البالغ إذا كان عدد الأسنان اللبنية 20، ثم عدد أسنان الشخص البالغ. فأنا عندي سؤال، أول سؤال بده يعني أكتب المقدار الجبري، بس هل إحنا بنعرف كم هي عدد أسنان الشخص البالغ؟ لا. إذا أنا بكتب إنه الشخص البالغ عدد أسنانه يساوي 12 زائد الأسنان اللبنية، تمام. من هون أنا بستطيع إنه أحكي اللبنية شو تساوي؟ 12 ناقص أسنان الشخص البالغ. طيب معناته أنا كون هون أنا ما بعرف كم هو الشخص البالغ الأسنان، فراح أبسطها إنها x، فأصبحت x ناقص 12. x ناقص 12 هي المقدار الجبري الذي يعبر عن عدد أسنان الشخص البالغ. لاحظوا إذا عدد أسنان الشخص البالغ ناقص 12 يعطيني عدد الأسنان اللبنية. الآن بيحكي لي ما عدد أسنان الشخص البالغ إذا كانت الأسنان اللبنية 20؟ طبعاً أكيد لأنه بيحكي لي يزيد، فراح أحكي 12 زائد 20 والجواب 32. 32 إذا حكينا 32. كيف عرفنا؟ لأنه إحنا لما حكينا هون هاي المقدار الجبري هي عبارة عن مقدار هي الأسنان اللبنية، لأن بدي أوجد الأسنان اللبنية. لكن إيش حكينا إنه الشخص البالغ يساوي؟ أسنان الشخص البالغ يساوي 12 مضاف إليها عد الأسنان اللبنية اللي هي أنا ما بعرف. x زائد 12 رح أعوض مكان
إكس طنياها كم؟ 20. 20 زائد 12 في الجواب 32. مساحة وسط الطين، يعني المساحة، السؤال بيحكي عن المساحة. نبدأ بالسؤال، مستطيل طوله 20 سنتي وعرضه إكس، إذا هاي المستطيل طوله 20 سنتي والعرض هو إكس يا خالص، أعبر عن المساحة المستطيل بمقدار جبري، ثم أستعمل هذا المقدار لحساب المساحة إذا كان عرضه 15. طب أنا بعرف إن مساحة المستطيل تساوي الطول في العرض، تمام. كم الطول أعطاني؟ 20. إذا 20 ضرب إكس هي عبارة عن المقدار الجبري الذي يمثل المساحة. لو كانت إكس 15 عوضت 20 في 15 والجواب 300 سنتي متر مربع. سؤال رقم 15 بيحكي عن الأخشاب. لدى نجار لوحة من الخشب قطعه إلى قطع طول كل منها 20 سنتيمتر، أعبر عن عدد القطع التي حصل عليها بمقدار جبري، ثم أستعمل هذا المقدار لحساب عدد القطع إذا كان طول اللوح 120 سنتيمتر. لاحظ يا خامس، أنا عندي طول اللوح، أنا ما بعرف كم طول اللوح، عندي مجهول طول اللوح مجهول. قطعه إلى 20 سنتي متر، فالمقدار الجبري يكون طول اللوح الخشب تقسيم 20. الآن إذا كان طوله 120 بعوض الآن 120 تقسيم 20، فالجواب 6 قطع. سؤال 16، إذا كانت الزرافة تنام ساعتين فقط في اليوم، أكتب مقدارا جبريا يبين عدد الساعات التي تنامها الزرافة في عدد من الأيام. هاي أول سؤال، كيف أنا راح أكتب الآن المقدار الجبري اللي هو 2x، لأنه الزرافة بتنام ساعتين في اليوم. إذا ما هو المقدار الجبري الذي يبين عدد الساعات التي تنامها الزرافة في عدد من الأيام؟ فأنا عندي عدد الأيام هذا مجهول، ما بعرف كم، يعني إذا نامت يوم تحكي ساعتين ضرب واحد ساعتين، لو نامت عدد الأيام يومين بحكي 2 × 2 = 4 وهكذا. الآن كيف أنا راح أحسب عدد الساعات التي تنامها الزرافة في أسبوع؟ أنا بعرف إنه الأسبوع هو عبارة عن 7 أيام، 7 أيام، وبعوض الآن مكان إكس 7 فالجواب 14 ساعة. سؤال 17، اكتشف الخطأ. مثل يزيد الجملة y مقسوما على x بالمقدار الجبري 6 تقسيم y، وبين الخطأ الذي وقع فيه وأصححه. طبعا الخطأ اللي وقع فيه إنه y هي المقسوم و x هي المقسوم عليه. هون إيش كتب؟ كتب إنه x هي عبارة عن المقسوم، هذا هو الخطأ. أما التصحيح فهي y تقسيم 6. هل قيمة المقدار 3n أكبر من قيمة المقدار 2n إذا كانت n تساوي 8؟ طبعا أنا بعرف 3 في n كم يساوي؟ 3 في 8 24. طيب أكبر من قيمة المقدار 2n، 2 في 8 كم؟ 16. ولاحظ أن 3n أكبر من 2n، n ثابت. ليش؟ لأنه أصلاً 3 هي أكبر من 2. فأنت شو ما تضرب الآن 3 في أي عدد وتضرب 2 في نفس هذا العدد راح يكون عندي جواب أكبر. الآن تحدي، تشاركت نادين وأربع من صديقاتها مبلغاً من المال بالتساوي، فبقي في حقيبتها 3 دنانير. اكتب مقداراً جبرياً يمثل المبلغ الذي كانت نادين تمتلك. إذا المبلغ هو، تشاركت نادين وأربعة من صديقاتها مبلغ من المال، ما بعرف أنا كم هذا المبلغ، بقي في حقيبتها 3 دنانير. إذا المبلغ من المال
نادين وأربعة من صديقاتي، كم صار عددهم؟ خمسة. إحنا رح نحكي خمسة ضرب المبلغ، آخر شيء ضل معها 3 دنانير، إذا زائد 3 هذا هو المقدار الجديد. أيها لا ينتمي، ما المختلف؟ أول شيء إحنا رح نعوض الآن، 15 زائد دي دي 9، ف15 زائد 9 الجواب 24. طيب 9 في 9 في إكس، وإكس 3 الجواب 27. طيب الآن بي تساوي 8، ف19 زائد 8 الجواب 27. 36 ناقص A تساوي 9، فالجواب 27. نلاحظ المختلف هو هذا. هيك بكون انتهى درسنا لهذا اليوم يا خامس، يعطيكم العافية.